خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما انتم عارفين اننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في اكاونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. لما تابعنا هند اكتشفنا انها مهتمة جدا بالانستجرام ومتفاعلة قوي عليه، ولقينا عدد الفولورز بتوعها 3,500,000 وهي بتتابع 1,138 بس، ونشرت لحد دلوقتي 1,757 صورة وفيديو. طبعا اكاونت هند صبري زي كل اكاونت الفنانين عليه صور من اعمالها وكل الشخصيات اللي مثلتها، واللي متابع هند صبري كويس هيعرف انها دايما ليها اختياراتها في ستايل فساتينها في المهرجانات الفنيه، ودايما كل لوك بيختلف عن التاني. وطبعا اخر بوست نشرته كان فستانها في مهرجان كان. هند صبري بتحب جدا من فتره للتانيه انها تنشر صور ليها مختلفه، ولما دورنا عندها لقينا انها ناشره اكتر من 30 صوره ضمن فوتو سيشنز متنوعه. وبكده نكون خلصنا جولتنا على الانستجرام بتاع هند صبري. تعالوا بقى نروح للتيك توك، واللي هنلاقي فيه ان هند عندها 731,000 متابع وهي بتتابع 55 اكاونت بس، ولحد دلوقتي هند محققه 1,800,000 لايك. من اشهر الفيديوز اللي حققت ملايين الفيوز الفيديو اللي عملته مع اياد نصار من تيك توك لتويتر، لقينا انه بيتابع هند صبري 5,600,000 متابع وهي بتتابع 620 اكاونت، ولحد دلوقتي نشرت اكتر من 9,600 تويت. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب. We'll be right back.